خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نظمت مؤسسة الشهيد بحمص بالتعاون مع جمعية إسعاف الفقراء للسريان الأرثوذكس فعالية ملتقى أطفال سوريا، التي جمعت تحت سقف واحد أكثر من 100 طفل وطفلة من عدة جمعيات خيرية كجمعية الميتم الإسلامي والميتم السورياني وصامدون رغم الجراح وجمعية رعاية المكفوفين في حمص، في لقاء جمع لأول مرة أطفال حمص بعد تعافي المدينة من الإرهاب. اليوم هو بداية لبادرة عم نشتغل فيها على مستوى حمص، وهي التنسيق بين مجموعة من الجمعيات لنطلع دائما كلنا بشيء مشترك يجمع أطفالنا اللي هن كلهم أطفال حمص وأطفال سوريا بالنهاية. هاي الفعالية اليوم هي الافتتاح لهذا الموضوع، كانت بالتنسيق مع جمعية إسعاف الفقراء. بادرة ضمت 5 جمعيات، وإن شاء الله المرات الجاية رح يكونوا أكثر. الفعالية هي لقاء مشترك بيننا وبين مؤسسة الشهيد، الغاية منها جمع الأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا أطلقنا عليها اسم لقاء أطفال سوريا، والفعالية بتضم 100 طفل من 5 جمعيات، طبعا كلهم أبناء أيتام ومن ذوي الشهداء ومن ذوي الجرحى. بنتمنى طبعا للجرحى الشفاء العاجل، وبنترحم على ارواح شهدائنا الابرار. مدعومين مدعوين من الميتم المسيحي لحضور فعالي مناسبة عيد الاضحى لكل اطفال حمص. كان جمع حلو الصراحة، وشكرا لهم، شكرا لكل اللي ساعد انه تكمل هاي الجمعة. الفعالية تضمنت حفلا شارك فيها الأطفال بفقرة غنائية أنشدوا فيها عددا من الأغاني الوطنية، كما تخللتها مسابقات وألعاب ترفيهية. نحن بنشكر كثير هاي الفعالية اللي خلتنا نجتمع مع الأطفال. كل عام وأنتم بخير يا أهل حمص. أنا بقول لسوريا وكل أطفال سوريا كل عام وأنتم بخير. أنا جاي من صدد لألعب مع لغني وألعب مع أولاد حمص. وفي نهاية الحفل وزع القائمون عليه الهدايا للأطفال التي رسمت الفرحة على وجوههم والبسمة على شفاههم. جايين من الوعر وجايين نعايد أطفال حمص كلها مشان عيد الأضحى. كل عام وأنت بخير. ابتسامات ازدان بها المكان، وضحكات فاقت كل زمان، وقلوب تنبض بالمحبة لأطفال كانوا ولا زالوا للبراءة أنقى عنوان. فالعيد عاد إلى حمص بأجمل حلة بفضل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميدان. من مدينة حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.